التشيع الآن، والتشيع هنا لا أتحدث عن العقيدة الشيعية فحسب، إنما عن التشيع السياسي، يعني عن الحكم الشيعي السياسي، سميه ما بعرف شو بدنا نسميه. أن التشيع يمر بأسوأ أزمة تاريخية عندما وافق بعض الشيعة أن يرهنوا قراراتهم وثقافتهم وكل شيء إلى إيران التي لم تقدم لهم إلا نماذج الموت، السلاح، الحرب وإلى آخره من هذه المشتقات. فيما المجتمع الشيعي يحتاج إلى نهضة علمية، نعم، ثقافية، اقتصادية، تطور، أن نتفاعل مع العصر، نتفاعل مع التكنولوجيا. طيب شوف الشيعة في العراق، طيب شوف الشيعة في لبنان، طيب شوف الشيعة في البحرين، شوف الشيعة في السعودية، شوف الشيعة في سوريا وإلى آخره. أكثر جماعات تعاني من التراجع، يعني حتى ما بدي سمي يعني مصطلحات أحزن عليها، ولكن من حق هؤلاء الشيعة أن يكونوا مواطنين. كيف بدهم يكونوا مواطنين؟ عندما لا نتخذ لأنفسنا مشاريع خاصة تميزنا عن باقي المكونات في المجتمع. لذلك إذا أردنا أن ننجح وأن نقود وطننا نحو إصلاح حقيقي، يجب أن نكون جميعا على مستوى الالتزام بالدولة المدنية والمدنية فقط،